عايزين الاول عشان نشتغل على نود جي اس، اول حاجه ازاي نداونلود النود جي اس. ازاي تداونلود النود جي اس؟ هتنزله من الموقع الاساسي بتاعه اللي هو node.js.org، node.js.org. ده الايه السايت، ودي الهوم. خلاص طبعا احنا عارفين ان هي جافا سكريبت ران تايم بيلت اون ايه كروم فيرجن 8 جافا سكريبت انجن. وقال لي هنا الداونلود فيرجن، طبعا هو عارف ان انا شغال على ويندوز، فقال لي انت ويندوز شغال على ويندوز 64، فقال لي ريكومندد فور موست يوزرز واللاست ايه فيتشرز الموجود او كارنت يعني. طيب دي الحاجه. طب لو انا دلوقتي مش 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 كده اخش على الداونلود، لو انا مش اوبريتنج سيستم ويندوز يعني، لا ادي الويندوز وادي الماك وادي السورس كود بتاعك تنزله على اللي انت عايزه، وادي الايه الطريقه بتاعه التحميل. لو انا اخترت مثلا هنا دوست كده على ويندوز هيقول لي نزل نود جي اس اللاست فيرجن على طول، مفيش مشكله. فطبعا لو انت عايز تختار ام اس اي ويندوز 32 بت 64 بت مش عارف ايه الكلام ده كله، ماك انو فيرجن، لينكس انو فيرجن، الكلام ده كله براحتك. انا هختار مثلا هنا ويندوز انستولر على ويندوز 64 وسيف، و اختار مثلا مكان فولدر كده هسميه نود جي اس، واعمل فولدر اسمه سورس او ماشي، بس كلمه سورس دي عشان بتلخبطنا، بروجرام البرامج، واعمل سيف، هداونلود الفايل، قال داونلود كومبليت ماشي، هتنفذ ده، قلت له اوكي. قال لي طبعا هنا ان انت منزل قبل كده نود جي اس وخلاص، الموضوع بالنسبه لك مش محتاج انك تسيت اب يعني حاجه احدث من كده. طيب على العموم انا شلت دلوقتي النود جي اس عشان تشوف الخطوات معايا بالكامل. فتحت النود لارو جديد، المره دي ما ليش مشكله خالص، قال لي ويلكم نيكست مش عارف ايه، قلت له ماشي اي اكسبت، انا موافق على كل حاجه كالعاده. هنا المكان اللي هيسطب فيه على السي بروجرام فايلز نود جي اس، قلت له ماشي وليكن نكست، دي كل الحاجات هتنزل، قلت له ماشي نكست انستول وخلاص يس. طبعا مفيش يعني لو انا رساله من الادمنستريتور اقول له يس، خطوات سهله جدا والسيت اب بتاعه ما فيهوش اي مشكله يعني. طيب بعد كده بنتعامل مع نود جي اس من خلال حاجه اسمها الكوماند لاين. خلاص الكوماند لاين ده اللي هو اوامر الدوس دي البسيطه عشان نقدر نقومه ونرنه ونشوف الكوماند لاين انترفيس. الكوماند لاين انترفيس تفتحها من ستارت كده والسي ام دي. طيب وهنا هو خلص اهو كومبليت ذا نود جي اس سيت اب ويزر، قلت له شكرا. وجيت هنا على السكات سي ام دي، فتح لي كوماند برومبت، كوماند برومبت على السي يوزرز واسم الايه؟ واسم اليوزر ده الاساسي. تمام ممكن عشان نتاكد النود نزل اقول له نود مسافه داش يعني ناقص يعني في فيرجن يعني، دوست انتر قال لي الفيرجن نزل ايه 8.11.3 كده. هو انا اتاكدت ان النود جي اس نزل على الجهاز ومفيش اي مشكله.